مساء الخير، حلقة جديدة من برنامجكم رسول الخير. تجمعنا بكم انتم مشاهدينا لكم تابعوا في حلقات البرنامج. ضيفنا لهذا العدد هو الممثل المسرحي الحائز على جوائز دولية واللي شارك في أدوار سينمائية ووطنية في العديد من الأفلام. نرحبوا بالممثل المسرحي محمد بريك شاوش. ضيف حلقة اليوم الممثل المسرحي محمد بريك شاوش، اللي جاي ينصح باش يدير الخير. ألقى روحه حاير واش يدير. تانية بعد ما مثلوا المرأة محمد حضرنا الكريم باش نعرف القصة أكثر. نرحبوا بعمي منور في بلاطو برنامج مرسول الخير. عمي منور مرحبا بك، عسلامتك عمي منور. تعبتونا ياسر. لاباس عليك يا عمي منور، الله يجعل تسمح لنا برك. معليش ما تتعبوش ولا معليش، قادر عمي منور قادر تحكي ياك. واحد اللي يكون عنده الهم يحكي، اللي يكون عنده العم يحكي. المراه شاتي طلقني. وعلاش حبه المراه تاعك بنها 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 اللي شاتي هو اللي قالها طلقيه. شحال كان في عمرك تزوج مع المراه تاعك؟ تبكيش يا عمي منور، الله يخليك عمي منور. معليش معليش، الله يخليك خليك. الله غالب، ما زيدوش عليها. الله غالب، ريح عمي منور. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عمي منور استغفر الله يا عمي منور، الله يخليك ما تبكيش. الله غالب ابني، الله غالب، الله غالب، الله غالب. عمي منور ربي 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 ربي. عمي منور أنا ما تقلقش روحك، رانا هنا إن شاء الله نسيو ونصلحوا بيناتكم، وإن شاء الله تولي المياه المجاريها، وإنت صحتك ربي شافيك، واللي ضرك في الدنيا هذه كاين ربي سبحان. ما تبكيش يا عمي منور، ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش. بالبروستات وليكم شكرا بكم الله. طهور إن شاء الله عمي منور، طهور ربي إن شاء الله. نعم تك طهور إن شاء الله. شكون طهرت؟ طهور 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 ان شاء الله ان شاء الله. نرحبوا بالزوجة عمي منور اذا كانت جاهزه باش تدخل البلاطو. راهي جات مرثله منور، شغل ما راهي دايره والو. ها يا سيدي شوفوا يا جماعه واش راح يصرا. عرفتيه مدام شكون؟ المنور. اها الزوج تاعي. زوج تاعي شنو عندك؟ مشتيش مدام قريب ربع شهر. ربع شهر علاش؟ مريض. راه في السبيطار يعني قصدك؟ لا وفي المركز. هذه سليمة. بس الخير المنور. الخير راك مليح؟ ها راك مليح؟ مليحة. نعم تسقسير مليح، لا تعرفيش اللي عنده تسقسير اللي راه مليح في دار العجزة. هاي الحالة اللي فيها راني مليح. انت كهنا اللي تسقسي عليه إذا راه مليح. ظروف الله غالب، ولا يخرج في الليل، ولا يروح للجيران يطبطب عليها ويقولها هبلته. لا لا المنور خير. طبطب عليه بكلب دول. كيف خرف وراه شافي عليك وشافي على بلي كان لاباس بيه وكان انا مانيش فاهمك كي شفى عليا. غربت انا غربت قلبت. الله يا مدام انا الله لا ندعي عليك. حسبي الله ونعم الوكيل يا المنور. يا سلمى حسبي الله ونعم الوكيل. وش يزيد لك فوق هذا الشيء؟ وش يزيد لك؟ يا سلمى قلت ربي يا سلمى كي تكي ابنك يا سلمى. عمي منور يا سلمى ما خليتك تقبلني يا سلمى. يا سلمى يا سلمى ابنك ضربني. ما ضربكش المنور. ما ضربكش طبعا. انا نطلب فيه كلبت انا. ما ضربوش راهو يجري مسكين وراه. ما ضربوش طبعوا. ها؟ طبعوا برك. لا لا ما دلوا والو طبعا. طيق له انا. وشنو طبعوا؟ ما سي نورمال عادي. راكي تقوليها بكل بساطة طبعوا برك. تحرق لي؟ راجل دي يدير لك كاع هذا الشيء تروحي ترميه لدار العجزة. وما سكيت ما سكيت. نورمالمون راجل كيما هذا تغسلي له تسلمي له صباح وعشية على راسه تغسلي له رجليه وتقومي به. يا خويا محمد جاب لي ربي سمعته وش سمعت؟ هذا راه بالعواشي ما ياكلوا ياكلوا بالليل. هما ياكلوا وانت عمي منور؟ شفتوا غاو ياكلوا في الدجاج واللحم ولا حطت لي البيض مقشر هكذا تقشر لي في البيض ويقول يقول قدينا. هذا خرف هذا ذكا. ايه ولا انا بغيت نبوصر فايض. كيف يحب ياكل بيض يا مدام نعي الابليس؟ قشر لي وتقول شوفي حالتك انت كيف راهي شوفي حالته كيف راهي. يا ابني راكي تتمتعي بخير ودركا معليش. يا ابني سرش لي وتبدل لي البيض الاصفر على خاطر انا عندي بوصر فايض. حرام عليكم والله حرام عليكم. الجزائريات الحرات ما يديروش هذا الشيء واش درتي انت؟ والله ما يديروش واش درتي انت. عمي منور
ما يخافوش ربي ولا ما تخاف ربي ما يجيش. أبي منور جمعك وليدك؟ جمعايا نعم. لا لا ما تدخلوش يا بنية. ما تقلقش أبي منور. بطني يا طفل. نعم؟ يضربني. لا لا يضربك. معليش. يشدوه. جماعة إذا كان أي والله بارك الله فيكم. هذا قايا مدام الله ما هم أعذر قدرة تروحي تزوري وتشوفي سلام عندي منور الله يخليك جبني جبني أنا جبتك شوفي من جبتي نلت خلاص أخوي فؤاد الله يخليك فؤاد الله يخليك وش عندك مشكلة مع باباك؟ مشي بابا يا مشي بابا هذا نعم مشي بابا راه جا فؤاد في راس المشاكل غير البروبليم هذا الطفل هذا ما تحكيش معاه بالطريقه هذه قدامنا الله خويا ما يحكي معاه كيما لا لا علاش بصح شويه احترام للناس راهم قاعدين هنا اهضر معاه باحترام هذا افوكا ولا جو شوف هذا افوكا انا افوكا علاش محمد صح الله يخليك كوم انا هذا الانسان مهبول عاش معايا يا اخو كان انت اللي مهبول خويا انت اللي مهبول خويا انت اللي مهبول سيد هذا راك عايش بخير ومعليش لو كان هدرت باحترام اني نهضر معك دوكا باحترام محترمك شو قولوا ما يهدرش معايا يديك لا 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 يعني محترمك قولوا ما يهدرش معايا باش منو شاف شي هدر صح اخويا رجع له خيره دقيقه عمي منور رجع له خيره ورجع له داره والطوموبيلات اللي راك تتبختر بهم ومن بعد قول إيه عليه انسان ما نهدرش معايا يا خويا العزيز كيفاش ما نهدرش معايا تعرفني انت يا ما نعرفكش وما يشرفنيش نعرفك كاع ايما ما تهدرش معايا يا خويا نهضر معاك على وجه هذا اللي نهضر معاك ومشكلتك ماهوش مع الضيف تاعنا يهدر لي طونوبيل ما طونوبيل كدا الضيف كدا متخرج بيا يا خو نعم ها الطونوبيل تاعك سير وسع الطونوبيل وراه الطونوبيل كاع راه من العبالي ها الطونوبيل تاعك اي لا سير على السيد مريض هكاك وليدي شدوا لا خاطر منوش عفايس وحدو اخر معليش الله يخليك ماشي صح ها فؤاد بدا بالمشاكل نتاعو ارواح انت وفريق روح تلاقى برا دوك ما كان لا فلان ممثل لا والو معليش محمد الله يخليك لا اله الا الله واش درت لك احمد واش درت لك والو والو المنوره لكن الوضع من منور اعطيني انت خذيني لا اله الا خذيني 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 العقل محمد قاسو ما قاسوش ما قاسوش ما قاسوش لا لا ما قاسوش ما قاسوش الحمد لله راك مليح راك مليح يا ربي يا ربي نعم شو ما ليش نصوره باش تكون على بالك هكذا ما ليش أنا باش نديرو خرج خرج ما تقلقش عمي منور ما تخافش ما تخافش عمي منور أنا هنا هاي روحوا يلاً أطلق لي أطلق لي هاي روحوا هاي شوفي شكون يجيبك نحي يدك يا صاحبي ماشي يهدر معايا هكذاك هذاك أروح لهنا وهدر أرواح أرواح أروح لهنا وهدر أوشي يجن وجه الله مزور أروح إلا أنا وهدر ما تهدرش كي الولية تمر الريد ولا وعب شو راك أروح يعيط وين أنا راح يعيط وين أنا راح يعيط حتى واحد ما هو يعيط يعني مع محمد اسمح لي يا أخوي اسمح لنا أنت يا الله يخليك هاي روح ارحم بابا ما كانش يتخير يا بداية فؤاد احكم بلاصة يا فؤاد وين راك رايح بالمشاكل اقبض بلاصة يا فؤاد قاعدة مع راجلها وأنت كي نخرج ونحكي معاك نحل يدك نحل اصبر يا صاحبي ترى ارواح 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 جيبوا جيبوا والله نحكي معه بالعقل والله معليش نحكي معه بالعقل جيبوا ابي منور واش خداوت واش قال منور واش خداوت الخير خداوت شكون خداوت مدام مرته الاولى اللي مات الله يرحمها ابي منور هذه مرتك سليمه يا عمي منور كي تقلق كل سليمه بنت حميده يا عمي منور هاي ولات لك مرتك قبلت تديك للدار تولي لدارك تولي لا 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 واش راك ياك بخيره ابي هتان لا قدور جبت خوك هذاك ابدا عيسى جبت خوك قدور ايه جات جات راهي قدامك راهي قاعده قدور كي راهي امك راه امك بخيره ايه قدور راه كبرت وليت راجل الله يبارك الله يبارك فيك ايه قدور فيك راك تسقي لك ما كنت لك تشوالق ايه قدور يا بلوس قدور عمي منور قدور وليتي يا عمي منور نعم قدو راك تسمع لي انا اسمع لي رانا في البرنامج هنايا وراهي مرتك سليمه ياك سليمه راهي هنا معنا وراح تولي لدارك ان شاء الله وتولي بصحتك ان شاء الله يا اخي عرضتني في التلفزيون يا المنور تلفزيون يا انا عندنا التلفزيون عندنا صور دابا في التلفزيون الشيخ المنور تخاف الهرزايمر وافريها انت يا محمد بريك يعرف والو يولي من عيسى حصدتوه كي كان نعم رحت سيدي عيسى ولا يا عمي منور ما حصدناش جينا للخير يا عمي منور وقدر كان في جواب وجاكم ولا كيف كان في جواب وجا وين جواب مدام هذه وين زاد هو وين زاد جواب محمد هضرنا
هضر معاه. عمي منور. عمي منور. كون هذا. قدور. قد. هاي سليمة سليمة مرتك. طيب جات ديك اليوم راح تولي للدار معاها. ولا غير تهبلوني سليمة مرتي سليمة خداوت مرتي خداوت. لا لا سليمة سليمة مرتك الزوجة. سليمة بنت خويا طفلك مراك سارول. معليش خلوه يرتاح شوية بالك. ايش فيها قدور. ايه ايه قدور زاد عنده بيبي. بالبركة درتو أسبوع ياك. مازال. ذبحوا. مازال. ذبحوا كاشات مليح. ايه خلاص. ديروا الحقيقة. صح. ان شاء الله ان شاء الله. ربي يبارك لك. يا من ذبحوا ان شاء الله كي تولي لدارك يا عم. ان شاء الله. واسم بن عيسى. نعم. واسم قدور بنو كيف اسمه؟ كيف سميت وليدك؟ احكي معاه احكي معاه معليش مشي له. معليش واسمه واسمه وليد روح. سماه وليد. سماه وليد. لا ما سميتوش لبويك ماشي خيره. تمشي تروح للدار ياك؟ ان شاء الله. تروح لدارك؟ ان شاء الله. يعني في داري وين نروح؟ ان شاء الله ان شاء الله تروح لدارك. هاي سليمه مرتك راهي معاك بركا. شنو عنده باللي زاد الطفل هذا؟ بالك هذا شنو عنده واللي زاد؟ ياك شنو عنده باللي زاد وليدك؟ عنده شهرين. الله يبارك. اوفوا اللي بوليدي. درتو اسبوع. ها؟ درتو اسبوع. راح ندير اسبوع ونعرضك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وتجي تضرب طعام ان شاء الله متى ما نزور القبه في جواب خلاص يجي يقنعوا يعاود يدخل لك ماناش نصوروا ماناش معليش جيبوا جيبوا دخلوا نهضروا معاه بلا عقل راهو الشيخ هذا كما يقولوا حالته تصعب على الكافر يعني ماشي تفضل خويا تفضل يا ربي اخويا ربي يهديك علاه حتى تخليه يلحق لهذه المرحله علاه فؤاد روح طلب مسمح من باباك منور او جالك فؤاد يعطوني اخذني منور عمي منور يطلب سماح قولوا له واش كاين قولوا له يا محمد يا بريك ما كان لا منور لا يديك لا جيبك يا وهذا غير جدو حسن والكاميرا المخفيه الورث للموسم الثاني مجتمعنا مجتمع مسلم وجزائري بالجزائري معروف بالنخوة تاعو يعني مالوريزمون تروح لدار العجز تشوف قصص كيما هذو يعني يعطيكم الصحة والله يعطيك الصحة تاع محمد صادق